السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاكم مروة من مطبخ مروة. النهاردة هنعمل طريقة السمك المشوي. معانا سمك كزبرة بقدونس وكرفس مع بعض متقطعين مع بعض، جزراية مبشورة، بصلاية متقطعة مكعبات، قرن فلفل حامي أو رومي اللي يعجبك أو الاتنين على بعض، طماطمتين متقطعين مكعبات برضو. ومعانا دي تتبيلة هنحشي بيها السمك، معمولة من فلفل أحمر وفلفل حامي رومي أو عادي برضو، وثوم وخل وليمون وملح وكمون وشطة. والتتبيلة دي على طول عندي في الفريزر، بعمل منها البتنجان المخلل، بعمل بحط منها على السمك، بحشي بيها السمك المقلي كمان، بتدخل في حاجات كتير جدا هنبقى نعملها مرة مع بعض. ومعانا كمون ومعانا ملح للتتبيلة. معانا طبعا ليمون علشان ايه؟ علشان السمك. هنبدأ بقى بسم الله الرحمن الرحيم، هنحط في تتبيلة، هنحط كل الخضار على بعض عشان ده اللي هنحشي بيه السمك. حطينا الطماطم والجزر والبقدونس والكرفس والبصلاية والفلفل، ونحط عليهم بقى، هنملحهم بقى يعني معلقتين كده من الصغيرين دول ملح، ومعلقة كمون. انا ما رضيتش احط شطة هنا في التتبيلة عشان جدي صغيرين ما بيحبوش الحاجات الحامية، وكمان هنحط معلقتين زيت كده، وكمان علشان التتبيلة اللي هنحشي بيها السمك نفسها حامية، فدول كلهم على بعض هنقلبهم وارجع لكم دلوقتي. نقلب مع بعض الخضار اللي احنا تبلناه، ملح وكمون، وحطينا له حبه زيت، معلقتين كده زيت بس، هنقلبه مع بعض وهنسيبه بقى الخضار دوت شويه كده. هينزل ايه؟ هينزل ميته، طماطم مع الخضار عشان فيهم ملح هينزلوا ايه ميتهم. وبعدين اخدنا جزء من التتبيله اللي انا وريتها لكم دي، هنحشي بها ايه السمك الاول قبل ما نحشيه بالخضار. هنتبل السمك، السمك هنجيف غسلينه منضفينه في البيت، بس سايبه القشر بتاعه زي ما هو، وسايبه كل حاجه تقريبا، الزنيع في الديل وكل حاجه سايباها علشان ايه، بس منضفه الراس ومنضفه كله من جوه اهو وسايباه. هنحشي بقى بالتتبيله دي كده، التتبيله دي حلوه جدا، هنحشيه كله كده. والسمك طبعا كبير، دول 4 سمكات 2 كيلو، فطبعا اللي عايز يجيب اصغر من كده يجيب. السمك المشوي لما بيبقى اصغر شوية بيبقى احلى، بس انا عندي الولاد صغيرين ما بيعرفوش يقشروا، فبجيبه كبير علشان يبقى سهل عليهم في التقشير يعني. بس بجيب لكم السمك الصغير مرة كده واوريكم. بصوا السمك نضيف ازاي، منضفه كويس جدا، ونقعه شوية بحبة ملح وخل يعني 5 دقايق بس كده، لان السمك لما بتسمن نقع في الخل حبة بيطرى، وممكن لحمه يعني كده بيتاكل كده، فما ينفعش يتساب في الخل كتير. هنحشي كله بنفس الطريقة دي وارجع دلوقتي. دي التتبيلة اللي بقت من السمك عندنا بعد ما حشيت السمك. دي التتبيلة اللي بقت، هفضيها كده على الخضار اللي انا هحشي بيه واقلبها كويس، واحشي بقى ايه قلب السمك. بسم الله نحشيه، بس ما نملاهوش ايه على الاخر علشان ما يقعش منه واحنا بنشوي. ما نملاوش على الاخر عشان ما يقعش من قلبه واحنا من ايه بنشوي. طبعا السمك المشوي اللي احنا بنعمله في البيت انضف كتير من اللي احنا بنشتريه من بره، غسلين السمك ونقعينه ومنضفينه احنا بايدينا، وحتى لو منضفينه بره بس احنا بعد كده بنجيبه بنغسله ونبقى ضامنين نضافته وكده، والخضر كله غسلينه
وطبعا الخضار بنغسله بميه وخل وبنغسله كذا مره، فبيبقى بنبقى ضامنين نظافه الحاجه في البيت، لكن بره مش عارفين هي معموله ازاي والخضار مغسول ولا مش مغسول. طبعا الحاجه اللي في البيت انضف كتير من الحاجات اللي بنشتريها من بره كده. هشيلهم كلهم بعد كده بقى. تعالوا معايا ايه عشان نشوي الاول الخضر. التتبيله ديت اللي احنا فايده مننا، بصوا منزله ميه كتير ازاي. الميه ديت التتبيله دي احنا هنحاول نهرسها كده، هتنزل ميه كتير. التتبيله دي هنزود بس عليها نص كوبايه ميه، وديت التتبيله اللي احنا هنعمل هننزل فيها السمك بعد ما يتشوي. هوريكم ازاي، بس تعالوا معايا الاول ايه نشوي السمك. دلوقتي حبايبي احنا هنشوي السمك. انا حطيت الصاجه هي على النار عشان تسخن. اول ما تسخن بقى هنشوي ايه، هنشوي بيه عليها السمك ان شاء الله. ما تخلوش النار لو السمك كبير زي اللي انا جايباه كده، ما تخلوش النار عاليه قوي، خلوها متوسطه عشان ايه يستوي، علشان لو خليناها عاليه قوي هيتحرق بس مش هيستوي من جوه. نخلي النار متوسطه، لكن لو كان سمك صغير كده او يعني وسط نخلي النار عاليه عشان ما ينشفش. هنبدا بقى نقول بسم الله الرحمن الرحيم كده ونجيب السمك نحطه طبعا في الردة. الاول انا بحب ايه قبل ما احطه في الردة كده، معلش نسيت، بحب ادهن وشه كده، بحب ادهن السمكية نفسها بالزيت. كده ندهن الحبة اللي احنا ما طلعوش، حطها بقى بعد كده ايه في الردة طبعا بالراحة وانتي بتعملي، علشان التتبيلة الحشوة اللي جوه الخضار اللي جوه السمك ما يقعش. طبعا احنا مش مالينه على الاخر، عشان كده ان شاء الله الحشوة مش هتقع، والحشوة دي بتبقى جميلة جدا كمان، بتتاكل مع الرز جميلة جدا، لان الخضار اللي جوه بيستوي وبياخد ريحة الشوي بتاع السمك، يبقى جميل جدا. نحطها كده بسم الله الرحمن الرحيم. نعمل واحدة كمان كده. انا بحب امسك السمك كده وبالايدي او بفرشة اللي هي عادي بنبلها زيت كده كده. اما بنبلها زيت وبعد كده ننزلها في الردة، لما بنيجي نقشر السمك بنلاقي القشره مش لازقه كده في السمكيه، لا بنلاقي القشره بتتقشر بسهوله جدا. وبالراحه عشان السمك طبعا شوكه حامي جدا وممكن يعورك بقى. واعملهم كلهم كده بنفس الطريقه، واحطهم ايه على الصاجه طبعا الشويه على البوتاجاز. حلو يعني صراحه احسن من الشوي عند الراجل، احسن من الشوي بره، بس هو ايه يعمل دخان شوية. فانت بقى افتحي الشقوق البلكونة ولا حاجة، شباك المطبخ عشان الدخان. هكملهم كلهم بنفس الطريقة وارجع دلوقتي. السمك اهو حبايبي هو بيتشوي، والسمك بقى بيتشوي نعمل جنبه ايه، نعمل جنبه الرز بتاع السمك. هنعمل جنبه طبعا السمك المشوي رز ابيض، نعمل جنبه رز ابيض. هنحط مكعبين كده زبدة، نحط عليهم حبة زيت عشان الزبدة طبعا ما تسيحش. دلوقتي حطينا الزبدة والزيت، هحط عليهم المية بقى مقدار الرز اللي انا هعمله. شوفي هتعملي قد ايه رز تحطي مقداره ايه مية. في رز طبعا بياخد مية كتير، في رز لا، فشوفي انت على حسب الرز اللي انت بتاعك انت عارفاه. وفي رز بياخد قد الرز مية. هنحط له طبعا الملح، نسيبها بقى ايه تغلي عبال ما نغسل الرز. دلوقتي حبايبي السمك كده شكله اتشوى من تحت اهو، هنقلبه بقى على الوش التاني اهو. بصوا بسم الله ما شاء الله جميل ازاي، بسم الله الرحمن الرحيم. ادي كده هنقلب السمك، بصوا كله كده جميل ازاي. احنا شويناه من ناحيه اهو، استوى من ناحيه، الناحيه الثانيه بقى هنقلبه كده ونسيبه ايه
ربنا ميزه. ودي ميه الرز معانا اهي لسه ما غليتش، اول ما تغلي هننزل فيها الرز وبعدين هرجع لكم اوريكم ايه هنعمل السمك. ودي التتبيله حبايبي اللي بالخضار بالتتبيله بتاعته اللي بقت عندنا بعد ما حشينا السمك، هعصر عليها ليمون كده. عليها حبة خل صغيرين، هملحها شوية عشان لسه هنحط لها مية. هنقلبها. دي بقى التتبيلة اللي احنا ايه هننزل جواها السمك لما يتشوي، هنحط عليها ايه هنحط على السمك من التتبيلة دي، بس هنزودها حبة. ادي بصوا هي التتبيلة نفسها نزلت مية قد ايه، نحط لها حاجة بسيطة جدا مية كده بس كده. ودي التتبيلة اللي احنا هنحطها على وش السمك لما يتشوي. وهنا الرز اهو ميته غليت خلاص، بقى هننزل جواه ايه جواه الرز بتاعنا. بياخد كوبايه الرز بتاخد كوبايه ميه، بس الرز اللي عندي دوت انا بيشرب ميه. في رز كتير في السوق بياخد ميه اكتر من ايه من العادي، دوت بياخد الكوبايه بتاخد كوبايه ونص ميه، فكل واحده طبعا عارفه الرز بتاعها بياخد ميه قد ايه. احنا قلبناه كده وهنغطيه. بقى لما يتشرب وهقول لكم بعد ما ايه بعد ما يتشرب. دلوقتي السمك احنا قلبناه على الوش الثاني، انا بحب بقى لما بقلبه كده احب اعصر عليه ايه هو لسه كده على الوسط، بحب اعصر عليه ليمون يخلي طعمه طبعا جميل. شويه كده هنقلبه هنشوفه بقى استوى. هو كده الوش ده استوى، فقلبناه على الوش التاني لما دوت يستوي هنطلعه بقى ونشوف هنتبله ازاي بالخلطه اللي عندنا. دلوقتي حبايبي كده الرز اتشرب اهو، انا قلبته وحطيته وحطيت تحتيه الصاجه علشان الصاجه طبعا تخليه يستوي على مهله، وهوطي عليه خالص بقى هوطي عليه وهسيبه لغايه لما ايه لغايه ما يستوي خالص. دلوقتي السمك معانا اهو خلاص استوى، هنقلبه بقى كده ونشوفه على الوش التاني. بس استوى خالص ازاي مش مستحمل حتى ان انا اقلبه، استوى خالص. هنطلعه بقى نطلعه كده في الطبق اللي هنحط عليه ما شاء الله. بصوا حتى مستوي خالص لدرجة ان هو بيتعمل اهو. نطلعه كله اهو بسم الله ما شاء الله عليه. الزيت اللي احنا حطيناه ما بيخلوش يلزق في الصاجة اللي احنا دهنا بيه السمك. دلوقتي بعد ما طلعناه انا هعصر عليه برده ليمون تاني كده، هو السمك عامة بيحب الليمون كتير. وبعد كده هسقيه بايه بالتتبيله بتاعته اللي احنا عملناها الميه كده. حط الخضار كده عليه، الخضار ده نفسه برضه يخليه يشرب منه. نحطهم كده عكس بعض كده عملناه، وحطينا عليه الخضار بالميه اللي كانت في الخضار.
كده يحدق كده ويتملح، يبقى طعمه جميل جدا. بعد ما يخلص الرز ونخلص ان شاء الله هنوريكم بقية الاكل بعد ما يتعمل. ديت السلطة، طبعا هنعمل سلطة نوعين، طماطم وخيار وفلفل، طماطم وخيار وفلفل. وهنا انا بعمل سلطة جرجير وبقدونس وكزبرة، هعمل سلطة خضراء عادية جدا من جرجير وبقدونس وكزبرة وطماطم وخيار وفلفل، وهقطعها وهوريلكم الطبق في الاخر بعد ما نقدم. في حاجة حبايبي نسيت اقول لكم عليها، اللي هو شوي السمك على البوتاجاز. انا قبل ما بشوي السمك طبعا بنضف البوتاجاز كويس، حتى لو كانت لسه منضفه، بس لو عليه مثلا طرطشه زيت من قلينا حاجه اي حاجه، لازم البوتاجاز يكون نظيف جدا. وبعد ما انضفه كويس وانشفه ارجع ايه، اروح حاطة عليه ورق الومنيوم زي كده. الورق الالومنيوم دوت بيحمي البوتاجاز، اما تشوي ما يسودش خالص ولا يحصل له اي حاجه، حتى لو كان نظيف وشويتي عليه برضه بيصفر بلونه، بتحسي الستايلز بتاعه اصفر كده. لكن بصي لما احنا نفرش عليه الورق الالمنيوم ونشوي، بصي بصي البوتاجاز ما بيحصلوش اي حاجه، بصي زي ما هو مش اي حاجه، نظيف جدا. ورق الالمنيوم دوت بيحمي البوتاجاز، هو عشان لسه سخن كده. عايزه اوريه لكم، بصي عايزه اوريه لكم هو قد ايه نظيف، ما فيهوش اي حاجه. بصوا بصوا، ادينا شوينا وخلصنا. بص البوتاجاز الاستلس بتاعه نظيف زي ما هو. بصي مش لازم يكون ورق، يعني لو ما عندكمش ورق الالومنيوم الفويل اللي هو بتاع البوتاجازات نفسه اللي بنغطي بيه البوتاجاز، ممكن حتى الفويل بتاع الاكل اللي احنا بنغطي بيه الاكل اي حاجه. انا النهارده ما كانش عندي الفويل بتاع البوتاجاز، فعملته بالفويل بتاع الاكل، بيحمي البوتاجاز وما بيخلوش ايه يصفر ولا بيحصل له اي حاجه. انا ما مش من انصار اللي بيغطوا البوتاجاز يعني بالفويل، بحس ان هو بيوسخ البوتاجاز اكتر ما بينضفه. فدي حاجه كنت عايزه اقول لكم عليها، علشان تشوي السمك في البيت وخايفه البوتاجاز يسود او لونه يغير او يصفر، لا ما تقلقيش، انت غطيه بس بالفويل دوت وهو مش هيحصل له اي حاجه. دلوقتي بقى نقدم السمك مع بعض ويا رب يعجب. دلوقتي حبايبي اهو الاكل بعد ما خلص، ادي السمك، ادي الرز، وادي السمك، وادي السلطه. يا رب يكون يا رب ان شاء الله يعجبكم. وبصوا السمك مستوي تمام خالص، بصوا بصوا مستوي ازاي، بصوا مخافوش منه خالص اهو. اهم حاجه تكون النار واطيه. بصوا السمك، بصوا بصوا مستوي ازاي وجميل، بصوا بصوا مستوي ازاي. يا رب ان شاء الله الوصفه بتاعت النهارده تكون عجبتكم. ما تنسوش بقى لو عجبكم الفيديو تعملوا لي لايك وشير وسبسكرايب على قناتنا على اليوتيوب، عشان تفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم مني كل جديد. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.